تحية مسائية من أرضية هذا الميدان، وها هي انطلاقة شوطنا الرابع، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الرابع هنا الخاص بانطلاقة وتحديات الحول هنا من هجن أصحاب السمو والشوق على أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات المسائية التي نتابعها بالاندفاعات، نتابعها بتحديات وبالإثارة. هنا نتابع الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع الإثارة هنا بالانطلاق. هنا صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول والمنطلقة الشاهينية هنا من هجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما من الجانب الآخر الظفرة المنطلقة هنا بهذا الانطلاق لسمو الشيخ خليفة بن زيابسي بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين. المركز الثالث تأتينا أفراح هنا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، بمتابعة هنا طارش بن مبارك بالقوبة من يتابعها على المركز الثالث وعلى المركز الرابع. رابع مراكزنا الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي هملولة تأتي على المركز الخامس من هجن الرئاسة بمتابعة علي بن ميل لوهيبي. سادس مراكزنا المنطلقة طلايب لسمو الشيخ نهيان بذيابس ابن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين من يتابعها بهذا الانطلاق وهذا الأداء. هناك الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي مندفعة بهذا الانطلاق والأداء المميز الجميل. هنا نتابع المركز الثامن والشاهينية من هجن الرئاسة متابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع أيضا الشاهينية. تاسع المراكز أتينا الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي وعلى المركز العاشر والمنطلقة هنا بعاشر المراكز المايدية من هجن سيح السلام بمتابعة حمد بن علي لعويسي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم في نداءنا الأول للمراكز العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى الشاهينية من غيرت على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. هنا هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابعها على المركز الأول. المركز الثاني تأتينا الظفرة لسمو الشيخ هيا هنا خليفة بن زيابسي بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين المنطلقة على المركز الثاني. المركز الثالث أفراح هنا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبة من يتابعها هنا على المركز الثالث بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء المميز الجميل. المركز الرابع تأتي الشاهينية، خامسا كذلك الشاهينية هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز السادس أتينا سادسا هنا بهذه الانطلاقة والمتسللة الشاهينية من هجن الرئاسة بمتابعة هنا أيضا هنا علي أو محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابعها من الجانب الآخر. نعم الوصول هنا الوصول الوصول من الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وتأتينا طلايب اسمه شقن هيان بن زيابس بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين، بينما المركز هنا المنطلقة بهذا الانطلاق ثامن مراكزنا تأتينا هنا هملولة من هجن الرئاسة بمتابعة علي بن يمي اللوهيبي. الشاهينية من هجن العاصفة المنطلقة بهذا الانطلاق هنا والتحدي، تاسعا هنا مع غياث الهلالي وعلى المركز العاشر والقادمة في هذه اللحظات والمتسللة بهذا الانطلاق والأداء. تأتينا هملولة المتسللة هنا من هجن سيح السلام بمتابعة سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابعها على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في انطلاقات وتحدي هذا المساء الذي نتابعه.
نتابع مشاهدينا الكرام ونعود مع الأربعة كيلومترات، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى هناك الانطلاق والاندفاع والتحدي الجميل وانطلاقة وتحديات. هناك الشاهينية على المركز الأول وعلى الصدارة تنطلق بمقدمة هذا الشوط. الشاهينية هنا من هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من يتابعها على المركز الأول. الظفرة في المركز الثاني لسمو الشيخ خليفة بن ذيابس بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين. أفراح تأتينا على المركز الثالث، أفراح بهذا الانطلاق والأداء المميز الجميل. هنا أفراح المنطلقة بهذا الانطلاق والأداء المميز الجميل والتحدي. هنا بهذا الانطلاق أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقبعة أمر الشرق الأوسط. يتابع هنا أفراح بهذا الأداء المميز الجميل والانطلاقة الشاهينية. هنا من تأتينا بالمركز الرابع من هجن العاصفة مع غياث الهلالي من تأتينا على رابع المراكز، بينما المركز الخامس، المركز الخامس هنا طلايب لسمو الشيخ نهيان بن ذيابس بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين. المركز السادس المنطلقة الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز السابع هملولة هنا من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن ميل لوهيبي والشاهينية. هنا القادمة هجن العاصفة مع غياث الهلالي. وصلت هملولة، وصلت هملولة من مركز إلى مركز تتسلل بهذا الانطلاق والأداء الجميل من هجن سيحي السلام بمتابعة سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتعب من يتابعها بالانطلاق. هناك الشاهينية هجن الرئاسة هنا أيضا في التضمير والانطلاق محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تأتي عاشرا، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى مع المنعطف الأخير، مع المنعطف الأخير لهذا المضمار. هنا نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مع 2 كيلومتر انطلقت الشاهينية على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي من انطلقت إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول للنوع المميز، للنوع الفريد. انطلق على صدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق والأداء المميز، بينما المركز الثاني هنا تأتينا على المركز الثاني. هنا تأتينا الشاهينية، هنا هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بالتضمير. وعلى المركز الثالث والقادمة في هذه اللحظات والمتسللة طلايب. هنا تأتينا مشيخ نهيان بن ذيابس بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين. الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، كذلك الشاهينية القادمة هجن العاصفة غياث الهلالي. هملولة، هملولة المندفعة من هجن سيح السلام مع سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. هو من الجانب الآخر الشاهينية هنا انطلقت في هذه اللحظات هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بالتضمير. نعود هنا إلى الصدارة، نكتفي بهذا القدر ونعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. الكيلو
الأخير هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هنا نتابع الشاهينية والشاهينية هنا بهذا الدفع التلقائي حتى هذه اللحظات. الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي. شاهينية هنا هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بزيتون المهيري. ولكن هنا الصدارة الشاهينية هجن العاصفة هي المسيطرة على زمام الأمور، هي المسيطرة على المقدمة وعلى المركز الأول. تندفع بصدارة هذا الشوط هنا بهذا الاندفاع التلقائي هنا في مسيرة التحدي هنا لمجريات هذا الشوط الأربعمية متر الأخيرة. وها هي هنا إذن القرية التراثية نتابعها. ولكن هنا مع انطلاقة الشاهينية تهانينا المرة الثانية هنا لهجن العاصفة هنا بانطلاقة وتحديات الشاهينية معلنة الفوز ومعلنة الناموس. تهانينا ها هي لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس بهذا الانطلاق والأداء. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا سيدي مالك هجن العاصفة اسمه حمدان بن محمد رائد بن سعيد المكتوم. شكرا غياث الهلالي وحدة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني والثالث الشاهينية والشاهينية هنا من هجن الرئاسة. المركز الرابع وصلت الشاهينية من هجن العاصفة. المركز الخامس أتتنا مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق والأداء الجميل مناورة سمو الشيخ سيف بن خليفة بسيف آل نهيان. هذه هي النتيجة. نعود نتابع التوقيت الزمني هنا بهذا الانطلاق. نتابع انطلاقة وتحديات إذن الشاهينية 12 دقيقة 41 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني. تهانينا والناموس على هذا الفوز هجن العاصفة مع الشاهينية. تهانينا غياث الهلالي المركز الثاني. وصلت هملو هنا الشاهينية ب 12 دقيقة 44 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثالث أيضا هنا بنفس التوقيت 12 دقيقة 44 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية. التوقيت الزمني لأيضا الشاهينية هجن الرئاسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري.